ولا يجب إلا بالنذر. فلو أن إنسانا اعتكف ثم بدأ له أن يدع اعتكافه فلا ينبغي أن يدعه لكي لا يعود نفسه على التفخر في طاعة الله عز وجل، لكن لو حصل منه ترك الاعتكاف فإن ذلك جائز، فهو لا يجب إلا بالنذر، لقوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.